سي ان ايفينمون اكسيبسيونيل اللي غادي يشهد اللي غتشهد مدينه الدار البيضاء، مدينه اللي غابوا عليها بطولات كبار في كمال الاجسام، بطوله فريده من نوعها ديالها، بطوله اللي غادي تبقى في التاريخ ان شاء الله، وبطوله اللي غادي تستقطب ابطال من جميع دول العالم. الهدف ديال هذه البطوله وطنيا هو اننا نشجعوا الابطال ديالنا المغاربه ونعاودوا نعطيوهم واحد النفس اخر باش يكملوا في هذه الرياضه، لان كان هذه السنوات الاخيره عزوف ديال الابطال على المباراه، لا من ناحيه الجوائز ما كانوش محفزه بزاف، حنا كنعرفوا هذه الرياضه خصها بزاف الفلوس، خصها بزاف ديال الامكانيات، وخص الصبر بطبيعه الحال. الحمد لله هذا عمل مشينا به من بداية ديال السنة، كانت بطولة في مدينة الرباط، كانت بطولة عالمية في شهر 3 دوز 3، ودابا انشيناها بهذه ديال شهر 7 واللي غادي تكون ان شاء الله لو 3 في الدار البيضاء. الجائزة ديالها قيمة مالية ديالها 18 مليون، ماشي صوم سهلة ولا صغيرة ولا تستهن بها، محفزة بزاف هذه الجائزة هذه، وهذه غير بداية ان شاء الله. البطولات الجايه ان شاء الله غيكونوا فيهم دي سوم بلوز امبورطونت ان شاء الله، حتى غنوصلوا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. وهذه هي الهدف اللي باغي نوصلوه، هو تولي المغرب واحد لاضات في المغرب اللي يجيو تستقطب فيها جميع ابطال العالم يجيو لهنا. الجائزه اللي غتكون ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله هي 1 مليون درهم ان شاء الله، 100 مليون سنتيم، ونتمنوا من جميع الناس يجيو يشجعوا الابطال ديالنا، يجيو يحضروا لواحد العرس رياضي كبير بزاف، ما غيكونش غير الكومبيتيسيون ديال كمال الاجسام، غادي يكونوا دي شو ديال لا كوميدي، وغادي يكون غادي يكونوا دي شو دي سبيكتاكل دو دانس، غادي يكون دي رابور معروفين في المغرب اللي غادي يجيو يعطيونا واحد لو شو زوين، باش اننا نحاولوا نستقطبوا الناس اللي ما كانوش كاع كيبغيو هاد الرياضه، ما كانوش كيعرفوها، واللي غادي يجيو غيلقاو المتعه ديالهم لا في لي شو لا بالنسبه ليسكو، وغادي يكتشفوا هاد الرياضه هادي والجماليه ديال هاد الرياضه هادي. الوغ كنشكر الابطال كاملين اللي كيعاونونا وكيتقاتلوا معنا، لان بالابطال راه ما يمكنش ننجحوا هذا العرس الرياضي ولو اننا نحطوا فيه ما نعرف شنو يتحدث. معكم كوش شوكا، بطل دولي ووطني. الاختصاص ديالي يعني تهيئة الأبطال، أنا أول واحد عندي، أول بطل سميتو فوزي، أول مان فيزيك في المغرب، حاس على جوج بطولات المغرب، وحاليا إن شاء الله كاينين أبطال جايين في الطريق إن شاء الله، وكنتمناو أن النيفو يطلع وأن الرياضة تزدهر، لان حاليا كنشوفوا ما كانش المان فيزيك وما كانش كلاسيك، كان فقط البادي بولدر. وبالنسبه لهذا لو سيستيم اللي كنشوفوا ان كاينين ثلاثه انواع ديال الرياضه، شيء مشرف وجميل، وكنتمنى من الرياضه تزيد قدام. وبالنسبه لي غران بري وهذا المستوى راه برافو، علاش؟ لان هو تحفيز الابطال، تحفيز الجمعيات، ما يكونش واحد الركود، ملي كتكون واحد التظاهره كبيره الا وهي الكرون بري، بخصوص مدينه كازا الدار البيضاء الكبرى، كما كنا كنشوفوا شحال هذه صافي لونطو، وحاليا ما بقيناش كنشوفوا. الحمد لله جاو الناس داروا كرون بري، انها غتكون في المستوى الرفيع بما فيه المشاركين ابطال وطنيين ودوليين، ويكون واحد الشو ان شاء الله يكون جميل ان شاء الله.